نرجع تاني مع بعض وفقرتنا الأسبوعية المعتادة الأستاذ أحمد الخضري والأستاذ إسلام صادق النقاد الرياضيين المميزين جدا اللي أراءهم جامدة. هنشوف النهاردة هيقولوا لنا إيه بقى عن الزمالك اللي رجع للانتصارات وثلاث انتصارات ورا بعض، النادي الأهلي واللي رجع للانتصارات يا أستاذ إسلام المركز الأول توفيق مبسوط إسلام طبعا. فعندنا مواضيع مهمة هنتكلم فيها وأهمها طبعا الدوري الممتاز، ولو أنتوا عندكم بقى كواليس أو أخبار طبعا حصريا أنتوا دايما يعني بيتمتعونا كل اسبوع بمجموعه من الاخبار الجديده. استاذ احمد ايه رايك في الزمالك النهارده وعوده الزمالك للمركز الثاني بعد ثلاث انتصارات متتاليه، ونقدر نقول ان الزمالك رجع للمنافسه؟ تمام. هو الزمالك الناس كانت قلقانه يعني من فتره. لا هي زي ما بقول في فرق بطوله وفي فرق مش بطوله، وواضح ان يمكن نقولها من فتره ان في فرق بتبقى عارف ان هي هتكمل حتى هي لو وقعت في السكه، بس هي بتكمل. وهي الاهلي زي ما انت قلت يا كريم والزمالك، وزي ما اسلام قال برضو او لسه هيقول ان الاهلي برضو خلاص بدا تصدر المجموعه ورجع تاني. ودي يعني مش عايز اقول ان هي ميزه في الاهلي والزمالك قد ما عيب في الانديه الثانيه، قد سموحه والمقاولين وكل الفرق محافظوش على انتصاراتهم. 20,000 فرصه بس هم عايشين يعني عارف في ناس مهما يقعد هيبقى هو حاسين ان هو ده حاجه غريبه مش مصدقين نفسهم. ده هم عايزين ينزلوا، هم لما بيلاقوا نفسهم على القمه كده بتاع مش مصدقين احنا الاول ولا الثاني، لا احنا ننزل ومحدش طالب مننا ومحدش بيقول لنا، مفيش جمهور بيضغط علينا واحنا ده وضعنا. فهي دي كانت مشكله دايما. انا كنت بقول لك يا كريم ان او يا كابتن كريم، لا كريم كان الله يخلي العفو. بقول لحضرتك ان هي دايما انا كان نفسي فرق الاهلي والزمالك هي تكمل وتصعد وتاخد الدوري ويبقى الدوري بجد. فواضح ان احنا بنرجع تاني ان الاهلي بتصدر المجموعه والزمالك راجع تاني بيكمل. الزمالك طبعا ثلاث انتصارات ورا بعض حاجه جميله بغض النظر صعبه جدا، يمكن حرس ووادي دجله ماتشين صعبين والمنيا ما بقتش فيه مباراه سهله وصعبه. يمكن النهارده قبل المنيا ناس زملكاويه كتير بيقولوا لا ده اسهل ماتش، ما فيش حاجه اسمها سهله. النقطه دلوقتي يعني بتطلع اي فرقه بتسيب النقطه بالعافيه ما بتفرطش فيها، لكن كمباراه بغض النظر عن الاداء دي في مباراه ان انت بتجمع بنات ما فيش جمال اداء او كويس او وحش. لا الزمالك طبعا بيكمل واقل ماتشين، والمباراه اللي جايه اللي هي يوم 3 مع بتروجيت دي طبعا ممكن لو كسب هينفرد بالقمه. وانا بهني ميدو طبعا ميزه كبيره ان هو زي ما قلت الاسبوع اللي فات ان هو عبد الرحمن دوت بغض النظر صلاح الباك رايت ان هو اتغير طبعا، ان الولد خد انذار بدري وبرده اول مره يبدا يعني دي خضته. لكن انا قلت لك على عبد الرحمن الاسبوع اللي فات، النهارده عمر يوسف يعني برضو بارك كابتن اسماعيل عمر انت عارف برضو ابننا يعني ده مصدقش معانا في النادي طبعا اكيد يعني واخد بالك ربنا يكرمه. وفي عبد المجيد، في محمد عبد المجيد ده مهاجم جامد جدا 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 يعني ده ولد صغير برضو في نفس السن، ده لسه معمول له عقد، ده اما هيلعب هيفرق جدا مع الزمالك اما ياخد الخبرات. ببارك لميدو وحاجه جميله جدا، بس انا برضو يعني ميدو دايما ما بيكملش الفرحه للاخر. والله هو حظه معاه كده او معانا كده. انا مش لاقي اي معنى ان هو يخرج قبل الماتش ما يخلص. انا دي سابقه لم تحدث في الملاعب المصريه اللي هي لما خرج قبل في الدقيقه 88 او 89. تمام. دي 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 سابقه ما انا ما شفتهاش قبل كده. وانا مش شايف ليه اي معنى. وخلي بالك الجهاز المعاون الصوره دلوقتي فوجئ ما يعرفش، محدش كان يعرف يعني. بس ايش عرف المخرج ان ميدو هيخرج في الوقت لا ده؟ ما هو ميدو خلاص الناس مركزه بقى معاه على طول. يعني في ناس كده مع انت المدير الفني بديهي ان انت بتركز معاه، فهو الجهاز استغرب ان هو ان ميدو قام في الوقت ده. الجهاز كان رايح الحمام. لا ده قايم حتى انا قال لهم هو حتى بص على الشاشه اللي في الملعب اعتقد وشاف ان الكاميرا عليه ده اكيد فخرج لكن هو يعني هو المفروض ان هو يستنى مش منطقي. هو ما شافش الجول الرابع خلي بالك. بالظبط ده اللي انا عايز اقوله. طب ما ده كان ممكن يدخل في بس هو خلاص طمن النتيجه 3. لا معلش هو لا انا لا سالته لا انا سالته في في الاستوري التحليلي قال لي انا يعني كنت مستاء من اداء اللعيبه النهارده مش سندي. هي ممكن تعبير بطريقه او باخرى ان هو مستاء، ان هو ممكن كان يدخل في الزمالك جون بدل ما يجيب جون يدخل في جون، ممكن يبقى جونين. لكن مفيش مدير فني. انا ده رايي. انا سالته قلت له انت بتقلد المدربين في الدوري الانجليزي ومورينيو ولا ما بيسيب؟ قال لي لا انا ما بقلدش حد. لا هي تقليد. هقول لحضرتك بص هي قصه باختصار. يعني انا برضو سالت المجلس بعد المباراه على طول انتوا انطباعكم؟ قالوا لا ما فيهاش حاجه، قصه ان الراجل كسبان وهو يعني الرد اللي جالي الرسمي من النادي ان هم بيهرب من الصحفيين. خلاص اوكي هو بيهرب من الصحفيين وما حضرش المؤتمر الصحفي.
بس ميدو ما حضرش. بيهرب ليه ده كسبان؟ لا لا ميدو لا استنى، ميدو ما حضرش مؤتمر صحفي انه بيهرب من الصحفيين، ميدو ما حضرش مؤتمر صحفي عشان شوبير، عشان كاميرا كابتن شوبير جات له تعليمات ان طول ما الكاميرا دي معلومه شوبير. جديده لا 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 سي بي سي دي موجوده بتاعت كابتن شوبير، ما حدش يخش المؤتمر الصحفي والله. النهارده النهارده ما فيش حد، واللائحه الجديده تقول لك المدير الفني ما حدش، كابتن عبد الرحيم محمد ما كانش موجود. لا ما هو لا حتى لا ما حدش موجود. يعني الزمالك اعترض على مش هو اعتراض ضمني يا كابتن كريم، هو اعتراض ضمني عشان وجود مش اعتراض، هو مش اعتراض، هو مقاطعه مقاطعه مقاطعه. طب يعني بس القنوات الثانيه ذنبها ايه؟ ما انا بقول انا انا عايز اسمع المدير الفني نادي الزمالك. لا هو عاده ميدو يعني من اهم مميزاته للامانه بيتكلم مع الاعلام لا ده في التمرين او في المباريات يعني انا وهو اسلم عشان اكمل اخلص يعني هو اتكلم اتكلم بعد بعد اتكلم معانا في التليفون واتكلم معاك واتكلم مع كاميرات ثانيه. فهي قصه يا اسلام عشان اسلم ياخد بالك ان هو مش مقاطع عشان بس وجود كاميرا كابتن احمد شوبير. لا لا ما هو قطع المؤتمر الصحفي عشان كابتن احمد شوبير عشان دي تعليمات من الاداره. لكن ان هو انا برجع تاني اللي هي النقطه اسلام ان هو خرج من الملعب ما خرجش الملعب ان هو هروب من الصحفيين بدليل ان هو اتكلم معاك وان هو اتكلم مع كاميرات بعد كده بعد ما خرج. انت مدير فني بس كده ده اللي انا عايز اقوله طوال 90 دقيقة يعني ملهاش أي مبرر إن هو يخرج. ولكن برضو يعني عشان الناس ما تتكلمش في إن إحنا بنركز على السلبيات بس أنت النهاردة نادي الزمالك بيكسب أربعة فوز مهم، الأداء غير مقنع، تصريحات ميدو تصريحات منطقية وواقعية جدا فترة من الفترات. على فكرة برضو عايز أتكلم على أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليه دور في الفترة الأخيرة في إبعاد ميدو عن المصادمات الصدمات وفكرة أن هو يدخل في يتكلم في السياسة أن هو يتكلم في الكرة بس أن هو يتكلم في يبعد عن التويتات اللي هي ممكن تثير المشاكل اللي هي ملهاش لازمة زي موضوع وادي دجلة اللي أثير مش عارف أثير لأن هشام زكريا من الناس المحترمة جدا. وعلى فكرة هشام زكريا بدأ بعد ما احنا قلنا خبر حسام البدري انه ممكن يعتذر عن الاستمرار في المنتخب الاولمبي من ضمن الاسماء اللي بدأ فيها اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره في جلساتهم الوديه ان يطرح كان هو يكون موجود كمدير فني للمنتخب الاولمبي. وهي معلومه مؤكده علشان برضو محدش يطلع يم فيها زي موضوع هشام يكن ان بعض الناس طلعت اتكلمت وقالت لك ما حصلش. طب استنى ما حصلش ايه بقى؟ ما حصلش ان هشام يكن احنا الاسبوع اللي فات قلنا ان كان في اتجاه لإقالة هشام يكن. انت كتبتها في النيوز بار لحظة اسلام كمل انت بس انا باكد لك اكيد انا ليا مصادر جوه نادي الزمالك ان المعلومة صحيحة 100%. مش 100% المعلومه صحيحه 100%. طب وايه اللي حصل بقى يعني بعد ما كان في اتجاه؟ انا بغض النظر عن التفاصيل لا انا مش هحكي تفاصيل. لا انا هقول لك ليه واتلغت ليه أنا لا انا لكن انا دوري انا اللي باكد لك عشان كابتن هشام طلع معايا النهارده قال يا كريم انتوا قلتوا في الشريط الاخباري في الثاني. بص طب انا بص هو ما بيبطلش لا قالها يعني ان انتوا اقلتوني قبل كده. مش اقلتوني هو كان هم في قرار بإقالة هشام يكن والأستاذ مرتضى منصور قال لي لأحمد حسام ميدو عايز منك ورقة رسمي بإقالة. القرار كان من المدير الفني من كابتن أحمد حسام ميدو اللي ينفي إن شاء الله رب مين يطلع ينفي. أنا بقول لك معلومة أستاذ أحمد خضر بيشاور أنا ما شاورتش والله عمل لي أنا شاورت الأستاذ مرتضى منصور قال لي اشتغل شغل إداري. خلينا نتكلم في المعلومة ده حقيقي الأستاذ مرتضى منصور اشتغل شغل إداري قال لي للمدير الفني قدم لي ورقة رسمي. احمد حسام ميدو مرضاش يكتب الورق الرسمي عشان ما يزعلش ايمن يونس. هيطلع بقى اي حد ينفي، يطلع الشامية كان ينفي، يطلع احمد حسام ميدو ينفي. انا بقول لك معلومه زي ما كنا بنقول معلومه كابتن حسام البدري وقت ما مشي من النادي الاهلي وبرضه الناس قعدت تقول لك ما حصلش وقعدوا يعملوا زي خبر من يومين قلت خبر على كابتن حسن شحاته. لا يعني انا بس بتقول اي كلام يا عم انا بقول لكم خبر حصل معايا انا شخصيا. هي بس نصيحه لوجه لا يعني من الاخر انا مش هخلي شكلي وحش علشان خاطر حد
يعني ولا هطلع اقول معلومه مضروبه علشان خاطر حد ولا جامل حد علشان على حساب المشاهد وعلى حساب سمعتنا انا اللي يهمني في النهايه المشاهد وان الناس تحترمني بس. فهشام يكن كان هيتم اقالته والاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال لي الميدو قدم لي ورق رسمي ميدو مرضاش عشان ما يزعلش ايمن يونس اقول لك طريق كيفيه تعيين هشام يكن في الجهاز الفني لا 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 وده ما يمنعش ان هشام شغال كويس طبعا هشام كبير وكبر مصر يعني ليه تاريخ واحنا بنحترمه كتاريخ بنتكلم على معلومه بس تحترم والده هو اسلام بيقول حاجه مش هو اللي انا بقول حاجه لما بتحصل ده الشرط ان هشام يكن يبقى وسط انا بكلمك خبر بس خبر يعني انا النهارده لما اطلع اقول لك ان حصلت او في خناقه داخل مجلس اداره النادي الاهلي خناقه كبيره جدا على تعيين مدير النشاط الرياضي خناقه موت سوري الالم بتتكلم على الاهلي لا انا بقول لك ربنا بيعاقبك الملائكه لا بس عشان الناس الملائكه ملائكه لعنه الاهلي لعنه الاهلي تصيب اسلام صالح في خناقه مثلا داخل مجلس اداره النادي الاهلي بسبب تعيين مدير النشاط الرياضي استاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي عايز يعين محمد مرجان المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي رافض تماما لان محمد مرجان ينتمي لحسن حمدي وفي خناقه يعني كبيره داخل النادي الاهلي وقائمه وتم تاجيل تعيين مدير النشاط الرياضي دي معلومه وخبر من داخل دي معلومه وخبر هخبيها علشان خاطر مين يعني انا مهمتي ان انا اطلع اقول الاخبار دي حاجه الحاجه الثانيه هرجع لنادي الزمالك نادي الزمالك ماشي برضو هرجع واكرر اللي احنا قلناه مساله الناشئين الكتير اللي ظهروا في الفتره اللي فاتت في الفريق الاول يحسب لاحمد حسام ميدو ان بيدفع بيهم ولكن يحسب لقطاع الناشئين برئاسه الدكتور محمود سعد في ظل بس في جرأة من ميدو ان هو بيدي فرص انا بقول لك بيدخل ناس ما اقدرش النهارده اغفل دور احمد حسام ميدو في الاستعانه بالناشئين طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل برضو لسه في نادي الزمالك وعايز اعرف رايكم في ماتشات الدوري والفرق المرشحه للصعود من المجموعتين برضو الناحيه الثانيه الاهلي وسموحه متصدرين هنا الزمالك او بتروجيت والزمالك في المركز الثاني بعد الفاصل مع احمد الخضري واسلام صدر نرجع تاني مع بعض ومع اسلام صادق واحمد الخضري ولسه في اخبار نادي الزمالك وعايز اطمن يعني جماهير نادي الزمالك عايزه تطمن على الصفقات واهم صفقه الناس كلها مستنياها في الزمالك وانا شايفها احتمال ما تتمش صفقه ابراهيم صلاح ايه اخر موضوع ابراهيم صلاح يا كابتن هو لغايه دلوقتي برضه هي يعني هو ابراهيم صلاح يعني انا دايما اللغه في المسؤولين في الزمالك بدات تتغير ان هو ابراهيم جاي لكن هو لو جه مصر جاي الزمالك ان ابراهيم لو جاي مصر ما ده هيبقى جاي الزمالك دي ما فيهاش كلام يعني. فهو يعني تحس ان في نوع من المماطله في نوع من التاخير شويه في نوع من الشروط الماليه من ناحيه ابراهيم طبعا الزمالك عايزه الجهاز الفني عايزه ومجلس الاداره عايزه ومحضر له فلوس انا سامع ان هو عنده عروض في السعوديه حوالي 5 عروض فهي قصه بقت فلوس بقت ان هو شويه طلبات بس هو كده يعني هو ايه مش تهرب معنا تهرب بس هو عايز يزود عايز حاجات من هذا القبيل لكن انا اللي بقول لك ابراهيم صلاح لو لعب في مصر ده هيلعب في الزمالك ما فيهاش كلام هي قصه ان الزمالك برضو زيه زي معظم الانديه ان ما فيش فلوس فهي معظم الصفقات اللي حتى بنسمع عنها دي كلها كلام لغايه دلوقتي الاهلي دخل له 13 مليون النهارده هيستفيد بيهم وهيعمل صفقات طبعا اكيد فهي او بجزء منهم فمعظم يعني. صفقات الزمالك هتبقى برضو ان انت ايه تبادليه ان انت برضو ما حدش هيزيد عن المليون جنيه سواء التجديد او الكلام دوت حتى اللي زي كابتن زي ما فتح الله هتلاقي برضو مش فتح الله دي 6 مليون من القدام 6 مليون ده كلام 6 مليون وهتيجي تقول له اجدد لك بمليون قديم. فدي هتبقى مشكله قصه اقول لك حاجه فتح الله ما عندوش مشكله ان هو يجدد بمبلغ قليل بس ياخد فلوسه القديم انا كنت بتكلم معاه هيبقى صعب قال لي انا ما عنديش والله مشكله اجدد بالزمالك عايزه بس ياخد جزء كبير من الفلوس القديمه ويجدولوا لي الباقي ما هو ده 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 المنطقي وده اللي بس في الظروف دي في الظروف دي هيبقى صعب يعني انت شايف النادي كله خد 5 مليون من وزاره الشباب عشان يلم الليله فهتبقى قصه صعبه فهي يعني في المقام الاول فتح الله هو اللي شاغل بال مجلس الاداره عشان لعيب مهم ولعيب طبعا عالي الفتره اللي فاتت ولازم يتجدد له فمعظم الصفقات يا كابتن اسلام هتبقى بيبحثوا عن تبادليه مثلا زي مؤمن زكريا في اقتراح ان هو تزيد الاعاره سنه ان هو يفضل في النادي سنه طبعا لعيب مهم جدا ومطلوب ومقابل ان مثلا لعيب زي احمد جعفر يروح انبي وخصوصا ان احمد جعفر
زي ما قلنا كتير خارج عليك يا كريم خارج حسابات يا فاكر اول خارج ما حسابات. كان ميدو تولى نادي الزمالك وقلت لك في بعض الانت اللي قلت لي كمان واتكلمنا مع بعض ان في بعض اللعيبه مش هتكمل في نادي الزمالك او هتمشي فاحمد جعفر احمد جعفر فاكر وبالمناسبه برضو مع احمد الايام بتلف ازاي بس برضو احمد جعفر جيب لنا التسجيلات دي عشان الناس تشوف او الناس تفتكر انا يعني ما بر... والله ما برضه اطلع الحاجات ديت عشان ما نحرجش الناس يعني انا ممكن اطلع برضو القصه بتاعت الشاميه كنديه انا مش عايز ادوس والله لا ده في حاجات كمان يا استاذ احمد معلش انا بزعل قوي القرار برضو ما يزعلوش مني كل اصدقائنا الاعلاميين بجيب خبر او انت بتجيب لنا خبر او انا ممكن بنشترك في خبر بنعرفه ممكن من خلال الصدفه حتى يعني زي خبر صلاح الدين الاثيوبي لاعب ما كانش حد يعرف خالص ان صلاح الدين راح ان قعد جلسه ووقع وكلام طلعنا قلنا في البرنامج لقيت تاني يوم كل البرامج صلاح الدين راح الاهلي وينفرق يا جماعه طب احنا قايلين بالظبط يعني ممكن اجيب الفيديوهات دي بس يعني ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيجيب خبر بس دايما عارف لما بلاقي مثلا زميل اعلامي او برنامج اخر بيجيب خبر وبينفرد بيه ها ما برضاش اقول الخبر او بقول احنا يعني عرفنا ان في كذا كذا يعني مش كل الناس ولكن ده بيكون بحترم انفراد الاخر ده 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 زي سيد معوض يعني سيد معوض هو عنده ازمه برضه مع الجهاز الفني عشان ما بيلعبش عشان ما بيلعبش وفي احد المباريات اللي تم استبعاده اصلا من ال 18 راح لمحمد يوسف وقال له انا استبعادي بسبب ايه؟ قال له الاسباب فنيه وسابه ومشي سيد معوض مستاء جدا من وبينتظر على فكره يعني يوم 30/6 أو نهاية الموسم رحيل الجهاز الفني الحالي وقرار مجلس الإدارة وأنا بأكد لسه ناقص له سنة في عقده سيد لا أنا بتكلم على هو سيد بينتظر رحيل الجهاز الفني سيد معوض طبعا قرار نهائي من مجلس إدارة النادي الأهلي حتى لو النادي الأهلي حصد بطولة الدوري السنة دي بتغيير الجهاز الفني بالكامل خلال بقيادة محمد يوسف والاتجاه لمدرب أجنبي ولكن الأزمة المالية اللي موجودة يمكن النادي الأهلي محدد 40,000 دولار بكراتب شهري للمدرب الأجنبي ولكن عشان الناس ما تقعدش تربط برضو أن لو الجهاز الفني للنادي الأهلي لو النادي الأهلي خد البطولة فالجهاز الفني هيقعد لا القرار نهائي بتغيير جميع أعضاء قطاع الكرة في النادي الأهلي سواء في قطاع الناشئين أو في بقية المناصب في الجهاز الفني كان في أزمة بسبب تصريحات كابتن طاهر الشيخ؟ طبعا كان في أزمة وأزمة كبيرة ولا زال الخلاف قائم داخل مجلس الإدارة وأنا زي ما بقولك يمكن الخلافات داخل المجلس الحالي ظاهرة شوية ومن ضمنها برضو أن في استياء من أعضاء مجلس إدارة النادي من الدكتور أحمد سعيد من عدم حضوره للنادي نائب رئيس النادي نائب رئيس النادي وسفرياته كتيرة وباعتباره أنه هو رئيس المكتب التنفيذي ويمكن يتقاله تحديدا من أعضاء مجلس الإدارة أن ده مش وقت أن أنت تسافر فيه وتسيب النادي لأن النادي فيه مشاكل كتيرة وإحنا مش عايزين حد يمسك علينا حاجة تحديدا لأن هم تحت سبوت وتحت ميكروسكوب من جانب الأعضاء ومن المجلس السابق ومن رجالة حسن حمدي داخل النادي الأهلي وبالتالي زي ما بقول لك في استياء من الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي من عدم وجوده في المجلس إلى جانب إن لو تفتكر يوم انتخابات النادي الأهلي إحنا كنا قلنا لك إن المهندس عادل القيعي على رأس الراحلين من النادي الأهلي يوم الانتخابات الكلام ده امتى يوم الانتخابات بالليل ولسه النتيجه قبل ما تعلن واحنا تأكدنا ان المهندس محمود طاهر خلاص نجح انت قلت لي قلت لك إن عدل القيعي سيرحل عن النادي الأهلي فكره الاعتذار طبعا لحفظ ماء وجه المهندس عدل القيعي وهو راجل صاحب تاريخ وله دور كبير طبعا. جدا في صفقات النادي الأهلي انا عارف الكلام ده ممكن يزعل الناس
ولكن زي ما بقول لك قال لك اعتذار. هي زي ما قلت لك كان المهندس محمود طاهر واخد قرار برحيل المهندس عادل قيه، ولكن هيستمر لغاية 30/6 ينهي الصفقات أو ينهي الملفات المكلف بيها، وهي خالد قمر لاعب اتحاد الشرطة، وأحمد حسن مكي لاعب حرس الحدود، وأيمن حفني لاعب طلائع الجيش. أنا بتكلم على الملفات اللي هو مكلف بيها. صلاح الدين الأثيوبي قد يكون المسألة شبه منتهية، ولكن بس ما خلصتش بشكل 100%. لا ما خلصتش بشكل 100%، لأن لسه اللاعب برضو بيشوف. مين قال لي النهاردة؟ حد من الكابتن وليد صلاح الدين قال لي ان الولد صلاح الدين ده كان موقع من حوالي 3 شهور في نادي اورلاندو بايرتس. ما لا هو لا جاله عرض من كايزر تشيفز، عنده عرض من كايزر تشيفز. النهارده قال لي كده واحنا بندردش، قال لي انا سمعت ان صلاح الدين ده موقع في نادي اورلاندو بايرتس برضو في جنوب افريقيا. المعلومه دي ما كانش عندي، ولكن انا بقول لك ان هو عنده عرض ب $200,000 من كايزر تشيفز، وهو لسه ما استقرش بشكل نهائي على زي مثلا ابراهيم صلاح موقع على استمارات انضمام للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ابراهيم صلاح موقع استمارات انضمام للنادي الاهلي. موقع استمارات انضمام للنادي الاهلي، وفي حاله اصراره على الانضمام لنادي الزمالك، النادي الاهلي ما عندوش مشكله ان خلاص يعني مش هيطلع الاستمارات وهيعمل مشكله. الى جانب ان ايمن حفني لاعب طلائع الجيش، هناك تعثر في المفاوضات بسبب رغبه مسؤولي طلائع الجيش في الحصول او الاستغناء عنه مقابل 4 مليون جنيه في الوقت اللي النادي الاهلي عايز يدفع 3 مليون جنيه منهم 1.5 مليون دلوقتي حالة تعاقد، ويتم التأجيل المليون ونص التانية بعد سنة. ولكن دوت في إصرار من مسؤولي طلائع الجيش على ان هم يحصلوا على الاربع مليون جنيه، ودوت يمكن عامل مشكله في اتمام الصفقه بتاعت ايمن حفني، الى جانب ان برضو في راي داخل نادي طلائع الجيش ان في حاله بقاء الفريق في الدوري ان يتم التمسك بايمن حفني. انا قريت خبر كده النهارده في موقع استاد الاهلي ان ايمن حفني جاي له عرض من نادي النصر السعودي. نادي النصر السعودي بيفكر في ضم ايمن حفني، بس مش عارف العرض وصل رسمي لنادي طلائع الجيش ولا لا. خليني اقول لك برضو ان انا مش هقدر اكد او اكذب الخبر. انا بقول لك قريتها يعني استنى الموقع استنى. انا مش هقدر اكذب او انفي الخبر، لكن خليني انا بكلمك في الوضع القائم بالنسبه لصفقه ايمن حفني والنادي الاهلي. كمان زي ما بقول لك ان خلاص بشكل نهائي هيكون الكابتن محمد عامر وكابتن عماد النحاس. كابتن محمد عامر رئيس قطاع الناشئين، ونائبه عماد النحاس خارج. انا سامع كابتن ماهر همام لسه لغايه دلوقتي في الاهلي. سامع كده؟ لا لسه في اسماء مقترحه، من ضمنها كابتن ماهر همام، من ضمنها كابتن عبد العزيز عبد الشافي، من ضمنها كابتن مصطفى يونس، ولكن لسه ما فيش اسماء يعني ما تمش الاستقرار، لان خلاص هم مستنيين بنهايه 30/6 وتحديدا المهندس محمود طاهر بعد ازمه تصريحات طاهر الشيخ عضو مجلس الاداره. طلب من اعضاء المجلس ان ما حدش يتكلم في مساله قطاع الكره نهائي الا بعد الانتهاء من الموسم الحالي. عندك كواليس من داخل نادي الاهلي؟ انا عايز اعلق طبعا على قصه المهندس عادل القيه. يعني المهندس عادل القيه اكيد يعني علامه مميزه في تاريخ الصفقات، سواء يعني على مستوى مصر عموما. وما كانش رحيله مفاجاه، بس اللي انا عايز اقوله ان خلاص يعني مش قصه بقى اللي يقول لك لا الاهلي بيختلف، الاهلي ده بيتعاملوا مع الكيان، بيتعاملوا مش عارف مع ايه. لا، هي يا جماعه لازم نعترف ان كل عصر ليه رجالته. تقعدش تقول لي بقى لا اصل انا بشتغل مع الكيان وما بشتغلش وما بصش ده كان مع مين وده كان مع مين في الانتخابات. لا، القصه واضحه، والقصه ان يعني ممكن اللي يشذ عن القاعده دي وهادي خشبه الوحيد اللي ممكن يعني ممكن يضطر بطريقه او باخرى من المجلس ده، لكن كل القديم هيمشي. كل القديم هيمشي سواء في الاهلي او في الزمالك او كده. بقول باكد ان كل عصر ليه رجالته، لكن هي اللي طلع نغمه الاسبوع اللي فات ان يقول لك انتوا شايفين المجلس هو رحب بعادل القيه ودخل والراجل بيخلص صفقات. ما طبيعي ان هو يخلص بيت صفقات ان هو اللي فتحها، وما حدش يقدر ينكر دور عادل القيه. طيب الزمالكاوي قبل الاهلي وما حدش يقدر ينكر دور عادل القيه. طالما الخضري انا معلومه ما كنتش حابب اتكلم فيها، طالما الخضري فتح موضوع هادي خشبه
لا هو في رغبة في الاستغناء عن هادي خشبة، ولكن في بقى قصة تانية لهادي خشبة والأول مرة هتتقال. هادي خشبة معين كرئيس قطاع الكرة بقرار من مجلس الإدارة ومؤمن عليه، وأصبح مؤمن عليه الإدارة السابق. يعني إيه مؤمن عليه؟ مؤمن عليه يعني هو موظف النادي، موظف رسمي. فمش بعقد. هادي خشبة بيتقاضى 75,000 جنيه شهريا، ربنا يبارك له طبعا. فيه طبعا مفيش مشكلة. إلى جانب طبعا في لوائح، هو بأصبح موظف في النادي. معنى أن يتم إقالته دون أسباب بحكم محكمة، يحق لهادي خشبة العودة بسهولة جدا. وبدأ مجلس الإدارة من خلال كابتن هادي المؤمن، هو مجلس الإدارة اللي فات أولا في علاقة يعني كبيرة جدا ما بين كابتن هادي خشبة وحسن حمدي، أو الكابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق، وبالتالي حسن حمدي كان بيحصن هادي خشبة من ان يتم المساس بيه بشكل او باخر، وبيعتبروا ان هو هيكون ليه دور اداري كبير خلال، او بيهيئوه ان هو يكون ليه ككادر يعني كامل داخل مجلس الإدارة. وبالتالي تم التأمين عليه علشان يصبح موظف داخل النادي الأهلي، محدش يقدر يمسه كمجلس الإدارة ده أي مجلس إلا بعد بقى ما يتم الاتفاق معاه. وبالتالي تم مناقشة داخل أحد الجلسات الودية في مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتم تعيين علاء عبد الصادق كرئيس جهاز للكرة، ويتم تقليص صلاحيات هادي خشبة في محاولة لإجبار هادي خشبة على تقديم استقالته، علشان مجلس الإدارة يخرج من الأزمة أو الورطة اللي مورطها له المجلس. دي معلومة جديدة. طيب أستاذ أحمد، توقعاتك للفرق اللي هتصعد من المجموعة الأولى والتانية سريعا؟ سريعا في المجموعة الأولى الأهلي وسموحة محسومة ملهاش خالص، وخصوصا المقاولين العرب هو اللي رفض أكتر من 100 مرة الهدية، يعني هو رضى بالمركز ده وبالمنطقة دي، والاتحاد ده معقول يعني، لكن الأهلي وسموحة محسومة. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية أنا بقول لك الزمالك والإسماعيلي، بتروجيت برضه فرط في الفرصه اكتر من مره ان هو يضمن. خلي بالك الماتشات اللي جايه الزمالك وبتروجيت، انا بقول لحضرتك انا توقعاتي الزمالك والاسماعيلي، بتروجيت جات له الفرصه اكتر من مره، لكن هي هتبقى الزمالك والاسماعيلي. الفرقه اللي هتهبط طيب بالمره بقى في المجموعه الاولى والثانيه؟ لا الفرقه اللي انا زعلان على انبي، زعلان على انبي قوي يعني، بس لسه بكره يوم السبت في الانتاج الحربي وانبي دي مباراه حاده، بس هو صعب، هم قريبين قوي من بعض. في المجموعه الثانيه واضح ان المنيا خلاص، التليفونات هتبقى بقى بين يعني الطلائع والمصري والحدود داخل معاهم كمان يعني، والجيش طلع الجيش يعني. اسلام، مين الفرق اللي هتصعد من هنا ومن هنا سريعا؟ بلاش في المجموعه الاولى، انا قلت قبل كده المقاولين وسموحه. مش مشكله، ممكن الكوره فيها متغيرات، عايز تغير رايك دي حاجه شجاعه، مفيش مشكله. لكن خليني اقول لك في الوضع في الوضع القائم الاهلي حصاد الاسبوع النهارده، الاهلي وسموحه، وبالنسبه للمجموعه الثانيه في الزمالك والاسماعيلي وبتروجيت بيتنافسوا. الفرق اللي هتهبط، الفرق اللي هتهبط عشان ما كترش بتفق معاكم يعني في سواء في المنيا خلاص، والرجاء برضو ممكن لسه بقى المنافسه، الانتاج والرجاء حسب نتائج الاسبوع اللي جاي هتبان القصه، خصوصا الاسماعيلي يوسف كسب يعني برضو بالظبط. انا بشكركم شكرا جزيلا، شرفتوني وسعيد بيكم جدا. الله يخليك، ونتقابل ان شاء الله تاني يوم الخميس الجاي باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، اسلام صادق واحمد الخضري. بشكر كل مشاهدينا وبشكر كل طاقم العمل النهارده، جهد كبير جدا، ويوم السبت ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده مع كوره كل يوم.